عالم الزراعة. بسم الله الرحمن الرحيم. اخواني الاعزاء، اهلا وسهلا بحضراتكم على قناتكم عالم الزراعة. اليوم ان شاء الله باذن الله وفي هذا الفيديو بنشوف طريقة جديدة جدا وطريقة ممتازة وطريقة مضمونة ان شاء الله بفضل الله 100% في انبات البذور من حيث السرعة ومن حيث كمية البذور اللي تنبت. انت بتضمن ان شاء الله باذن الله 100% من البذور بتنبت وفي اسرع وقت ممكن. اللي شايفينه حضراتكم دي الطريقة اللي احنا هنتكلم عنها، ودي الطريقة اللي هتكون في الفيديو عندنا، ودي الطريقة التقليدية. الطريقة التقليدية تقريبا نسبة نجاحها 25% انبت، والطريقة اللي احنا هنشوفها في الفيديو 100% ما شاء الله في خلال 5 ايام انبت. دي طريقة صحيحة ودي طريقة سريعة في انبات البذور. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم ان شاء الله باذن الله هنشوف مع بعض افضل واسرع طريقه لانبات البذور، كيف اخلي البذور تنبت عندي بسرعه، وكيف اساعد الجنين او انشط الجنين انه ينبت في وقت قياسي سريع. هنعمل تجربه ان شاء الله باذن الله تقريبا على 20 بذره دلوقتي، وهنزرعهم وهنزرع معاهم 20 بذره عاديين من نفس البذور، من نفس العبوه البذور، 20 بذره معاملين و20 بذره غير معاملين. هنبدأ نجيب الأسبرين، حبتين أسبرين نجيبهم، طبعا كمية المية أنا حطيت كمية تقريبية، كمية مناسبة لأن أنا هرجع أحتاج الكمية في الري، فما حطيتش كتير، يعني كمية بسيطة اللي أنا حطيتها. دول 20 بذرة تقريبا، هنسيبهم 3 ساعات ونرجع نكمل مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد 3 ساعات نبدأ ان شاء الله بزر نزرع البذور. دي البذور اللي اتعملت بالمحلول اللي عملناه، ودي البذور الجديدة اللي مش معاملة. هنا هنعمل جهة غير معامل، ودي الجهة المعاملة. معلش خطي مش كويس بس مش مشكلة. ده غير معامل اهو، نبدأ نزرع فيه. بسم الله. دول 20 بذرة، وهناك في المعامل برضو 20. معامل. بسم الله. هنروي بنفس المي.
وهنا هنشبع برضو مية عشان ما نقولش إن في فرق في الري. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. هنا ما شاء الله الجهة المعاملة اللي احنا عملناها بالأسبرين ما شاء الله العدد. الجهة التانية الغير معاملة في إنبات 4 أو 5 طبيعي، لكن هنا في سرعة في عملية الإنبات. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا الجهة المعاملة وهنا الجهة الغير معاملة. وهنا الفرق في كمية البذور. هنا في فرق في كمية البذور اللي نبتت والبذور اللي ما نبتت. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أخواني دي كانت نتيجة التجربة اللي عملناها. هنا الجزء المعامل، هنا طريقة علم الزراعة، الجزء المعامل هنا اللي حطينا فيه الأسبرين، وهنا الطريقة التقليدية اللي الناس كلها بتشتغل بيها أو المعروفة في زراعة البذور. كان هنا الفرق ما بين الطريقتين، ودي النتيجة ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله، كل الطريقة اللي احنا اشتغلنا بيها تمت الانبات بالكامل البذور، وهنا تقريبا 1 2 3 4 5 6 بذور، يعني تقريبا 25% انبت، وهنا 100% تم الانبات. شكرا وجزاكم الله كل خير. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.